الفوز، ولكن كرة الفوز ضاعت لأنطونيو. سلامات لرمضان الصبحي اللاعب المصري اللي يلعب اليوم الساسي في تشكيل فريقه، يبدو يعاني من شد من مشكلة. استبدال في تشكيلة ستوك سيتي أمامنا المدرب بيليتش. بيليتش هدف التعديل، هدف أربك حسابات المدرب الكرواتي لفريق وسام، ولكن وسام أكيد يفكر بالفوز، سيلعب من أجل الفوز حتى الدقيقة الأخير. رمضان صبحي يغادر الملعب، بدل مجهود كبير رمضان صبحي يغادر الملعب. كل حي رمضان صبحي لاعب المصري الشاب من مواليد 97، يجد نفسه في تجربة احترافية